السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنشوف اللي قدام حضراتكم دهيت الحاجة الطويلة 30 ولا 40 سنتي دهيت ديت دودة الاسكارس ودوت الحمام بتاع اللي هو الاسمر دوت بتاع الجديان اللي جرعناهم امبارح، والنهاردة وجدنا على السطح. شوفوا حجم الدودة قدين. بصوا حضراتكم الدودة ديت كانت في امعاء الاغنام، وهنا برضو هيت نازلة متقطعة في الحمام بتاعهم. صراحة انا اول مرة في حياتي اشوف دودة بالحجم ده هيت نازلة من الجديان اللي بنعمل عليها سلسلة حلقات على القناة. ديت طبعا الجديان اللي عملنا عليها سلسلة من الفيديوهات. طبعا المكان معظمه في اسهالات، وحتى الجديان من الخلف متسخة بسبب طبعا ان هم اخدوا جرعة فيها مادة الليفاميزول وحاجة اسمها الاوكسكلوزانايد دوت تركيبة التجريع اللي اخدوه. كل جدي اخد حوالي 30 سنتي، وزي ما انتم شايفين حجم الديدان وكبيرة. اول مرة في حياتي اشوف ديدان بالحجم اللي انا وريته لحضراتكم دهوت. طبعا الليفاميزول بتعمل اسهالات، وزي ما شايفين الاغنام من الخلفية متسخة دوت. لما تجرع وتلاقي حصل اسهال مع ديدان بيضة زي اللي احنا شفناها ديت، ديت ديدان الاسكارس، اعرف ان الجرعة كويسة، الجرعة نظيفة، الجرعة عملت شغل في الاغنام او في الماعز او في الحيوانات بتاعتنا. طبعا لو الاسهال استمر وقت طويل بنحاول نعوض طبعا الاغنام بتاعتنا باي حاجه غلط، فيتامينات علشان تعوض الماعز بتاعتنا بالعناصر علشان الاسهال. ولكن انا شايف ان الاسهال رغم ان في اتساخ ورا، ولكن الاسهال توقف، الاسهال توقف اهو، يعني اثره موجود في الخلفيه، ولكن بداوا يعملوا حمام طبيعي اهوت اهو. ده حمام بدا الحمام يبقى متماسك. طبعا بنشوف مره اخرى حجم الدوده عامله ازاي في هوت غير المتقطع، الحتت البيضه المتقطعه ده. بصوا يعني لو هنقيسها هتعدي ال 30 سنتي، واهو بصوا متقطعة برضو في الحمام بتاعهم. فلابد يا جماعة من التجريع للأغنام وللحيوانات بتاعتنا بصفة مستمرة، علشان ما يبقاش الحيوان عمال ياكل وما بيزيدش او مش باين عليه الاكل. حتى لو انت اديت جرعة حاول تدي جرعة تانية قريبة في الوقت من الجرعة الاولى عشان تضمن نظافة جسم وامعاء الحيوان من اي نوع من الديدان. تابعوني على قناتكم قناة مهندس صبري غازي، وشكرا لحضراتكم.